باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هلما يا روح المعين واشرح صدور المؤمنين واسكب عليهم أجمعين شعاع نعمة مبين. للآب مجد لا يزول والابن مولود البتول والروح مرشد العقول مدى دهور الداهرين. اليوم الرابع من تسعية القديسة ريتا، شفيعة الأمور المستحيلة، قديسة القضايا اليائسة، ألقاب جميلة مليئة بالرجاء المقدس للنفوس المعذبة. إنها جديرة بك يا قديسة ريتا ديكاسيا الحبيبة، أنت التي تأتين إلي في الشدائد والأمور العسيرة من حياتي وأنا مستسلم لليأس والموت، فتعيدين خضرة الأمل إلى قلبي بعد أن فقدتها من فرط العذاب. إنني أرزح تحت ثقل الشدائد فلا أجد لي معينا، إليك ألتجئ أيتها القديسة ريتا الحنونة، والثقة بمعونتك تملأ قلبي. أضع نفسي بين يديك وحدك، فبقوة شفاعتك لدى عرش الله أنتظر النعمة التي أطلبها. فأظهري هذه المرة أيضا مقدرتك ورأفتك، ودعيني أعرف مع العارفين أنك حقا ما ينادي بك الشعب، شفيعة الأمور المستحيلة، قديسة القضايا اليائسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الإله الكلي الرأفة، الذي جعل القديسة ريتا تشتهر بعجائبها المستمرة العظيمة، تعطف علينا لكي نحصل بشفاعتها على ما نطلبه بإيمان بواسطة سيدنا يسوع المسيح. آمين. اللهم يا من تنازلت ومنحت القديسة ريتا نعما وافرة، جعلتها تحب أعداءها وتحمل في قلبها وعلى جبينها علامات حبك وآلامك، نتوسل إليك باستحقاقاتها وشفاعتها، أن تمنحنا النعمة لكي نغفر لأعدائنا ونتأمل في آلامك وفي حبك العظيم لنا، لكي نتجاوب معه كل يوم، فنسير إليك بالرغم من ضعفنا وأخطائنا، لنحظى بها بما وعدت به المتألمين والمساكين. بشفاعة القديسة ريتا، أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور. آمين.